Bonjour mes amis, de retour avec une nouvelle vidéo aujourd'hui avec la vocabulaire, le sens propre et le sens figuré, la page 157 du manuel de l'élève, le trésor des mots CE2. Avant de commencer, on va lire tous Bismillah. Je vais vous lire, j'observe, pour que vous puissiez comprendre la leçon. اليوم inshallah, allez تفهموا مزيان شنو هو الفرق بين le sens propre et le sens figuré, غير تبعوا معايا لا فيديو حتى الاخر. J'observe. À force de lire, l'histoire Raji a mal à la tête. Karim oublie tout car il a perdu la tête. Attention, tu me casses les pieds. Tu casses des œufs pour faire une omelette. D'accord? Lis les phrases A, B, C, D. Hna qrinahom. D'accord? Quel est le mot en commun dans les phrases A et B? Chnaya, le kelma li mushtaraka bien la phrase A et la phrase B. Li tetaoud fi la phrase A ou la phrase B, ya la tête. D'accord? La tête, la tête. Chnaya, la phrase le kelma li maouda fi C et D, ya casse, casse. D'accord? On va l'écrire. Voilà mes amis, A et B, on a la tête, C et D, on a casse. On va essayer. Cherche dans quelle phrase on parle de mots au sens propre. Achnou senaniou b sens propre. Sens propre hiya chi haja haqiqiya, réel. D'accord? Sens concret, réel, chi haja haqiqiya. Amma chi haja ana tenchbeh, chi haja tchbih, hadak houa le sens figuré. D'accord? Ana hna di ndouzo les questions ou hadi tfoumou mzyan. D'abord, غادي نقلبوا على لا فراز اون بارل دي مو او سونس بروبر اللي تنهضروا على شي حاجه حقيقيه. اشمل الفراز مثلا عندنا لا فراز ا ا فورس دو ليغ ليستوار راجي امال على تيت بكسر سما قرا مسكين واحد القصه ضروا راسو. هذه عاديه يعني ستوقع في الحقيقه. داكوغ يعني عندنا ا غير هيا نكتبوا ا. نشوفوا الثانيه كريم اوبلي تو كار الى بيرديو لا تيت نسى كل شيء مثلا شي موقف ولا شي حادث ولا شي حاجه نسى عليه كريم تنقولوا هذا راه تسطى يعني تسطى الى بيردي لا تيت واش حيت نسى شي حاجه راه صافي راه تسطى لا يعني غير تنشبهوه انه تسطى داكور يعني هذا ان سونس فيغوري سي اتونسيون tu me casses les pieds tu me casses les pieds هرسي لي رجليا هرسي لي رجليا بحال تيشبه بحال عيا عيا شي واحد ملي تيعيا تيقول لك tu me casses les pieds عيا وعيا رجليا داكوغ ماشي حقيقيه يعني انها فيغوري ماشي غيال راه ماشي رجلي تهرسو بصح يعني هو عيا من رجلي تمشى بزاف وعيا داكوغ الاخرى لا فراز دي tu casses des œufs pour faire une omelette هرسي البيض باش دير واحد الاومليت هذه عاديه غيال دونك اون فا ليكريغ ايسي ا اي دي هما لي فراز لي غيال شيرش دون كيل فراز اون بارل دي مو او سونس فيغوري لي سونس ايماجينير هما لي قلنا الاخرين يعني بي و سي داكور بي و سي هما لي عندنا ايماجينير يعني غير تنشبهو انه فقد العقل ديالو تسطى انه هرس رجليه داكوغ انه عيا يعني هرس رجليه داكوغ هادو غير تشبيه هنا نقدر نقول انكم بديتو تتفهموا معايا المغزى من هاد الدرس داكوغ لي مو امو بيتيتر امبلويي او سونس بروبر او او سونس فيغوري اما تيكون الجمله حقيقيه تنهضر غير داكشي اللي واقع اما تنبدا نشبه sens figuré. Au sens propre, le mot correspond à la réalité et la définition du dictionnaire. Et là, le sens propre, c'est un droit à la réalité. Par exemple, si on dit Salim mange des pommes, يعني Salim كلا التفاح. يعني شي حاجة عادية. Pomme هو les fruits. شي حاجة عادية. Et là, si on dit Karim est tombé dans les pommes. Tomber dans les pommes, يعني ça veut dire s'évanouir. s'évanouir يعني ماشي انا قصدت انه طاح وسط التفاح لا يعني بحال طاح في شي مشاكل داكوغ غير تشبيه هنا غادي ندوزو لي كيسيون باش تفهمو مزيان الدرس دي سي لو مو سوليني اي امبلوي او سونس بروبر او بيان او سونس فيغوري هنا عندنا دي مو
وغادي نقولوا واش السونس بروبر يعني حقيقيه ولا غير مجازيه وتشبيهيه. لا مامون سي بريباري دو بيل سالاد، ماما تعرف تصوب دي سالاد زوينين، شلاده زوينه داكوغ، يعني هنا عاديه غيال يعني سونس بروبر، سونس بروبر داكوغ، سونس بروبر. Tu ne racontes pas des que des salades. Tu ne racontes que des salades. يعني تتعاود غير شلادة بحال تتقول غير تخربيق. Tu ne racontes que des salades. تتعاود غير تخربيق. هذا ماشي أنا ماشي شنقصد في هاد السالاد أنها شلادة اللي تتصوب ماما في الكوزينة. نو هنا يعني تخربيق، تتعاود غير تخربيق. يعني هنا ان سونس فيغوري داكوغ. On va l'écrire. Voilà. Les oignons font pleurer la cuisinière. هنا البصلة خلات هذيك لا كوزينيير لي فلا كوزين لي تطيب خرجوا ليها الدميعات، يعني شي حاجه عاديه البصلة اصلا تدير الدموع داكوغ، يعني هنا سونس بروبر. لا ديرنيير فراز ايكوت اوكوب توا دو تي وانيون، هنا ماشي قال لي قال لي اسمع ديها في البصلة ديالك، ماشي زعما كن البصلة البصلة الحقيقية، لا يعني ديها في سوق راسك داكوغ، يعني هنا غير تشبيه، يعني سي ان سونس فيغوري. اون فا باسي مي زامي ا لا دوزيام كيسيون، جيسبر كو فوز الي فوز افي بيان كومبري لا لوسون، تتمنى انكم تكونوا نكون قدرت نوصل لكم الشرح مزيان وتفهموه مزيان. غيلي شاك اكسبرسيون او سونس فيغوري ا سا سينيفيكاسيون، هنا عندنا لو سونس فيغوري شنو تيعني، مثلا هنا عندنا راكونتي دي سالاد، تنعود في شلاضة يعني في تخربيق، اشنو تتعني واش اكستريمون جالو دير نيمبورط كوا، هي تنعود تخربيق، هي دير نيمبورط كوا داكوغ، هي راكونتي دي سالاد يعني تنقول غير تخربيق. ونتمنى انني ما نكونش نقول لكم غير تخربيق في هاد لا فيديو، سمحوا لي. فولي دو سي بروبر زيل يعني تيطير بالاجنحه الخاصه ديالو، هذا غير تشبيه. شنو هي تيطير بالاجنحه الخاصه ديالو؟ هي يعني انه تيعتمد على راسو، تيعتمد على نفسه، يعني كونتي سور سوا ميم، يعني تيعتمد على راسو، تيطير بالاجنحه ديالو يعني انه تيعتمد على راسو داكوغ. اتر فير دي جالوزي، خضر بالغيره، اخضر بالغيره يعني اكستريمون ميمو جالو، يعني تيغير بزاف. مارشي اون تيت تيتمشى على راسو، سافي دير مارشي نو نو مارشي اون تيت سافي دير اتر لو بروميي ا لا فيل، مارشي اون تيت يعني بحال يمسكو زمام الامور، يعني هو الاول على راس المجموعه داكوغ، هي مارشي اون تيت يعني اتر لو بروميي ا لا فيل، يعني هو الاول على راس المجموعه. دي سي لا فراز انديك ان سونس بروبر او بيان ان سونس فيغوري، هنا عندنا دي فراز غادي نقولوا واش بروبر ولا فيغوري. لو سومي كوز دو لا فاتيغ، النوم تسبب الارهاق، النوم بزاف تسبب الارهاق، هنا عندنا جو بونس بروبر سونس بروبر. Il est tout rouge de timidité. حمر كامل بالخجل، حمر زعما كنا وجهو حمر بالخجل، عادية بروبر. Il est tombé du premier étage، طاح من premier étage. هنا mes amis pardon في هادي il est tout rouge de timidité يعني تيشعر بالخجل، هو وجهو حمر بالخجل، غادي تكون figuré figuré d'accord monsieur propre. Il est tombé du premier étage propre سقط من الطابق الاول. Ils sont au cœur de la ville، ساكنين في القلب ديال المدينه، يعني تشبيه تنقولوا تشبيه، مثلا شي بلاصه تجي في الميليو ديال المدينه تنقولوا au cœur de la ville d'accord c'est figuré figuré. Le sac de Jalila est rouge، sac ديال جليل احمر، c'est propre. Tu tombes bien, je vais te voir. Anta زعما كاينه طحتي ليا في بالي، راه بغيت نشوفك. C'est figuré. D'accord?
Voilà mes amis, comme ça on a terminé la page. Prête-les comme غير la dernière question. Insérez deux phrases avec le même mot au sens propre ou bien au sens figuré. Insérez aux phrases qui ont un sens propre, aux phrases qui ont un sens figuré. D'accord? Comme ça on a terminé la page 157. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Il me fait un touch chez Haja. N'hésitez pas de les poser aux commentaires. Je vais vous donner une question pour vous répondre à la question. Ça, c'est la question. والسلام عليكم.